الله وبركاته. القرحة اللي بتيجي في القرنية لها أسباب متعددة. دلوقتي هتكلم معاكم عن القرحة الفيروسية اللي بتيجي في القرنية. القرنية هي الجزء الشفاف اللي قدام العين وجزء من الريفراكتيف باور أو معامل انكسار العين عشان يجمع الضوء على الشبكية أو مركز الإبصار. في حالة لا قدر الله لو حصل قرحة في القرنية بسبب التهاب فيروسي، ممكن تيجي في الأطراف وممكن تيجي في النص. لو جت في النص هتأثر على النظر وهتأثر على حدة الإبصار جدا، يبقى فيها دموع وحرقان ووجع في العين وآلام وصداع وحاجات كتيرة جدا جدا ممكن تحصل معاها. لذلك لو حسيت إن في دموع شديدة في العين او حاسس انت مش قادر تفتح عينك او عينك حمراء، لازم تيجي لدكتور العيون فورا عشان يفحصها. في الفيديو اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي، التهاب فيروسي في القرنيه. القرنيه مصبوغه بصبغه اسمها صبغه الفلوروسين مع ضوء الكوبالت بلو عشان نشوف القرحه الفيروسيه ومدى تاثيرها على العين. طبعا مش هوصيكم على الالتزام بالعلاج التام والمتابعه مع الطبيب عشان ان شاء الله الاثار تروح بتاع البقى. دمتم سالمين وعلى صحتكم مطمئنين. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد ومفيد.